الأبطال عمر عز الدين ضابط بحري في القوات البحرية، وكان لي الشرف ان انا اشتركت في عمليات الإغارة على ميناء إيلات الإسرائيلي، ودي كانت ايام حرب الاستنزاف من 69 لغاية 73. وحرب الاستنزاف دي كانت بداية تدريب للقوات المسلحة كلها، كانت من اسباب الرئيسية في نصر 6 اكتوبر 73. احنا بنفتخر النهاردة بيكرموا قدام المحاربين اللي انا منهم يعني، وده يوم جميل طبعا انهم بيكرموا كل الناس اللي اشتركوا سواء في حرب الاستنزاف او في 73، وده بيفكرنا بدور القوات المسلحة لما بتتلاحم مع الشعب، لان طبعا القوات المسلحة دي جزء من الشعب، وده اللي مطلوب دلوقتي الناس كلها تتوحد عشان نرجع مصر تاني وتحيا مصر. تمنياتنا كده يا رب كده طبعا الحمد لله في تحسن سنة بعد سنة، الأحوال بتتحسن دلوقتي، أمنية 2015 ان يعني الشعب كله يبقى قد واحدة، وكل اللي كانوا يعني عندهم أفكار غلط ولا حاجة يرجعوا لحضن البلد، لأننا كلنا في الآخر مصريين لازم نبقى مع بعض.